بالخير وحياكم الله في بودكاست قبل العصر. اليوم موضوعنا يلامس كل مبدع ومخترع وصاحب فكرة جديدة، وده أنه يحافظ على هذه الفكرة بحيث أنه تكون ملكية له. فبنتكلم عن الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، شلون ممكن اليوم أنا أوثق هذه الفكرة أو هذا الاختراع بحيث أنه ما أعطي فرصة لأي شخص أنه يتبنى أو يأخذ هذا المشروع أو الفكرة اللي أنا حاب أني أقدمها. ففي طريقة معينة أحافظ فيها على الإبداعات والابتكارات بشكل قانوني، وأكيد كلنا تعرفنا أو نعرف أشخاص ضاعت فكرتهم سبب أنه قالها في مكان معين وما كان موثقها قانونيا، فشفنا أن هذه الفكرة تطبقت. فاليوم حلقتنا راح نتكلم شلون ممكن نحمي هذا المبدع من الاختراق بفكرته أو أنه يتم اقتباس فكرته من أي شخص آخر، ومتى الوقت المناسب بأن أنا أقدم على هذه الملكية الفكرية وتكون هذه الفكرة لي بشكل كامل، والمدة الزمنية اللي المفروض أطبق هذه الفكرة أو بعدها ممكن أو تسمح أو يسمح القانون لشخص آخر أنه يطبق هذا الموضوع، خاصة اليوم مع انتشار التكنولوجيا أصبح الحقوق المخترع أو المبتكر شيء جدا ضروري. ليش أو السبب؟ لأنه في سهولة لتطبيق هذه الفكرة بشكل قد يكون أسرع من الشخص نفسه صاحب هذه الفكرة. موضوع يتطرق إلى جانبين، جانب قانوني وجانب إبداعي. بنحاول اليوم في هذه الحلقة خاصة مع ضيفي راشد العويهان، وهو مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة. فموضوعنا راح يكون قانوني وأيضا جانب الاختراعات والأفكار وتحديدها بشكل كامل، وما هو الفرق بين الفكرة وللمخترع، وأيضا الحقوق الفكرية، تفاصيل جدا مهمة راح تكون بالتأكيد، لكن بعد هذا الفاصل. حياك الله استاذ راشد، وابرك ساعات وجودك معنا في بودكاست قبل العصر. يعني تكلمت في المقدمة استاذ راشد انا في الملكية الفكرية والابعاد اللي ممكن المخترع يهتم ان يعرف تفاصيلها، فودي بالبداية نعرف مصطلح الملكية الفكرية. شوف، الملكية الفكرية هي نتاج فكر الانسان، يعني نتاج فكر الانسان من ابداعات وتبلورها الى ان اصبحت منتج. نعم. هذه الملكية الفكرية اهم شيء انها توصل الى منتج وليس فكرة فقط. حلو، وشنو يندرج تحت الملكية الفكرية؟ شوف، الملكية الفكرية نوعين رئيسيين، الملكية الفكرية الأدبية والملكية الفكرية الصناعية. الملكية الفكرية الأدبية اللي هي تختص في حق المؤلف والحقوق المجاورة من قصص وروايات وموسيقى وشعر. نعم. هذه تحت وزارة الإعلام في المكتبة الوطنية. القسم الآخر اللي هو الملكية الفكرية الصناعية تختص في العلامات التجارية، براءة اختراع، النماذج الصناعية. هذه تحت وزارة التجارة والصناعة. أي. الشيء الصناعي. ممتاز. أهمية الصناعة، أهمية الملكية الفكرية وحمايتها، لأن دائما الدول التي تحمي الملكية الفكرية هذه ترتفع فيها مستوى تقدم وتطور الأدب والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي. صحيح. يعني دولة اللي فيها حفظ للملكية الفكرية ترتقي فيها هذه المجالات اللي هي الصناعة والأدب والتكنولوجيا. ويعني إذا بنتكلم عن جزئية اليوم ارتباط الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم المهام اللي تقوم فيها هذه الإدارة بحيث أنها تحافظ على الملكية الفكرية. نعم، يوجد قوانين شرعت بجميع دول العالم في الحفاظ على الملكية الفكرية. ليش؟ لأن في حال وجود قوانين تحمي أصحاب الملكية الفكرية تنهض هذه الصناعة وتنهض الأدب وينهض يعني كل شيء في الدولة يرتقي. وهذا ف يعني شلون أقول لك مثال ارتقاء إذا أنا أحمي هذا إذا الشخص، إذا حميتها. نعم. إيه راح ترتقي. أيه. شلون؟ يعني مثلا الحين خلينا نتكلم عن الشركات اللي تصنع الأدوية. نعم. القوانين تحمي الاختراع من التعرض للسرقة جنائيا ومدنيا، يعني يسجن من يتعدى على هذه البراءة ويحاسب قانونيا. زين، انت حميت هذا صاحب الدواء او الشركة اللي صنعت هذا الدواء، حميتها. لما احميها هو تكلف، وصل تكاليف هذا الانتاج
الجزء مثلا احنا بنتكلم عن الصناعه الدوائيه بعدين نتكلم تكنولوجيه والاقتصاد والامور. فانا حميت صاحب هذا الدواء اللي صنع كلفه تقريبا من 200 الى 300 اي ممكن 500 مليون عشان يوصل الى هذا الدواء المنتج. صحيح. الفكره اللي فكر فيها صاحب المصنع واصحاب المصنع انهم يوصلون لهذا المنتج، اذا انا حميتهم تكلفتهم ال 500 مليون لهذا الدواء مثلا خلينا نقول يعالج الكبد يعالج الكبد الوباء الكبدي هذا، في دوله واحده ممكن ترجع الخسائر اللي هو خسرها في التوصل لهذا المنتج. قصدك من خلال المردود؟ البردود. نعم. يعني الحين هم يوم صنعونه سووا لهم تجارب وسووا لهم هذا ووقت خذ وقت وباحثين واختبارات سووا بالمنتج نفسه، يوم وصلوا الى هذا المنتج الدوله حمتهم. نعم. قالت انا احميكم لمده 20 سنه، براءه اختراع تحمل لمده 20 سنه بعدها يصير في الحق العام. مرة ثانية شلون براءة الاختراع راح تكون مدتها 20 سنة؟ بمعنى ليش؟ لأن الهدف من أحط حد معين للحماية أن بعد هذا الحد راح تأخذ الدولة هذا المنتج تستفيد منه. أنا حميتك مقابل الحماية شنو؟ مقابل أني أحميك بعد 20 سنة أنا أخذ الدواء. وهذه الحماية فقط في دولة الكويت ولا لا؟ جميع دول العالم تحط يعني مدد معينة تقريبا. نعم. 20 سنة هذا ستاندر تقريبا جميع دول العالم. 20 سنة تحمل براءة. يعني صاحب الدواء هذا لما يبيع بس في الكويت شوف كم صيدلية تأخذ هذا الدواء، شوف كم مستشفى تأخذ هذا الدواء. صحيح. شوف كم يعني يستثمر هذا الدواء، يعني مردودة خلال سنة مبالغ يمكن يرجع كل اللي خسره خلال ثلاث سنوات أربع سنوات راح ترجع كل مبالغه خلال دولة واحدة. طيب شلون أحمي نفسي 20 سنة؟ شنو الإجراء اللي المطلوب مني؟ يعني يجي هذا دور إدارتنا. نعم. إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة، يجي يقدم طلب حماية هذا الاختراع. يطلب منه أنه يقدم وصف تفصيلي لهذا الاختراع، إذا كان فيه رسومات يقدم الرسومات التوضيحية، إذا كان فيه مواد يسجل المواد اللي. نعم. في هذا الاختراع يعني يسجل كل ما في هذا الاختراع بحذافيره، يعني ما يخلي نقطة طايفة. يعني عن طريق زيارته لكم ولا عن طريق الموقع؟ عن طريق موقع، احنا عندنا في موقع إلكتروني أرجو يعني وضعه على الشاشة عشان يكون أصحاب الملكية الفكرية يعرفون يسجلون. معنا الآن الموقع على الهواء بحيث إنه يشوفه المشاهد، وممكن من خلال هذا الموقع يقدم على حماية على براءة الاختراع. ممتاز. براءة الاختراع لما يقدمها راح تكون عن طريق الموقع، الموقع ياخذ منه يسجل الرسوم. لما ياخذ الرسوم راح يروح هذا الاختراع للموظف المختص. نعم. يعني عندنا احنا تقريبا 15 فاحص براءة اختراع راح تجيهم هذه البراءة توزع على تخصصاتهم. في كيميائي، في ميكانيكي، كهربائي، صيدلاني، يعني كل على حسب المنتج، على حسب المنتج اللي يقدم. احنا نتكلم عن الصيدلي اللي هو بحكم انه دواء يعني. نعم. راح يروح للمختصين يفحصونه. راح يسوون عليه سيرش هل يوجد دواء مشابه لهذا الدواء. إذا فيه دواء لنفسه أو راح يلقى هذا الطلب، يقول نفس الفعالية موجود. ولا نفس الشكل ولا لا نفس التصميم. لا، احنا نتكلم عن براءة اختراع، هذا براءة يعني منتج دوائي جديد. نشوف هذا إذا فيه دواء سابق نفس المنتج نفس. نعم. مكوناته مقارب له، يعني عنصر الابتكار مطلوب. نعم. إذا كان مشابه له تغيير بسيط راح يلقى أيضا. فقط الشيء الابتكار، يعني أنت سويت شيء إبداعي، لأن براءة الاختراع تطلب ثلاث عناصر رئيسية: الجدة، أنه لازم يكون جديد، شيء ما في نفسه قبل، ابتكاري، قابل للاستغلال الصناعي، أنك تقدر تصنعه. هذه الشروط الثلاثة إذا هي في تقديمك أنا راح أوافق عليها كبراءة اختراع، راح تدفع رسوم النشر والمنح، وراح ينشر في موقعنا أيضا لمدة 90 يوم. في حال أن أحد اعترض من هالشركات هذه الدوائية قال هذا الدواء نفس دوائي ويثبت ما يدعيه ان هذا الشيء مشابه، خلاص انا اقول هذا الدواء يعني بناء على المعارضه يلقى. طيب هني في حال على سبيل المثال شركه منافسه قالت ان هذا الدواء مشابه للدواء اللي. نعم. هي تقدمه، هل في تظلم؟ انا اليوم اقدر ان انا اقدم على تظلم اثبت؟ نعم نعم نعم. هو الحين المعارضه اللي هو قدمها انت تدلي بحججك وهو يدلي بحججه. بس شلون اقدر اقدم تظلم؟ يعني الناس الان تتساءل، حتى في الموقع ايضا عن طريق انا الحين انا ما انشر سواء، شوف حتى لو انا ارفض طلبك مثلا. نعم. انا اقول طلبك لا يعد براءة اختراع لوجود تشابهه مع كذا كذا كذا،
أنت تتظلم من قرار حتى قراري أنا اللي الفاحص اللي قلت لك إن هذا يشابه يمكن أنا يعني تسلطت و يعني إساءة السلطة في استخدامها إني سوء استخدام في السلطة وتعسفت في قبول هذا. أقدر لديك الحق التظلم ويعرض على سلطة أعلى من سلطة الفاحص وتشوف كلام الفاحص صحيح أو صاحب البراءة. أيضا إذا حنا وافقنا عليها ونشرناها ممكن صاحب براءة سابقة مشابهة لهذه البراءة يعني يدعي بتشابه البراءتين ويعارض قبولنا. طيب في كل هذه الإجراءات أقدر أستعين في محامي أو هل أحتاج محامي؟ نعم كثير من الاعتراضات عندنا يجون فيها محامين يعني يتكلمون ويدافعون عن براءتهم. فالفصل يصير سلطة أعلى من سلطة الفاحص. لما تجي السلطة اللي أعلى من سلطة الفاحص وأدلت برأيها انتهى الموضوع خلاص يعني من الإدارة انتهى الموضوع. ما في سلطة أعلى من السلطة اللي فوق الفاحص قالت إن هذا براءة أو هذا غير براءة. ولكن يعطى أيضا صاحب هذه البراءة لمدة 60 يوم إنه يتظلم من قرار السلطة الأعلى هذا لدى المحكمة. ففي مرونة في طريقة التواصل عن طريق الموقع بحيث الناس نعم يأخذ حقه صاحب الاختراع. نعم يقدر يدخل ويسجل براءته وإذا رفض يقدر يتظلم عن طريق الموقع يعني هم بعد فيها سهولة وهم بعد إذا شافها في النشر ويبي يعارض عليها سهولة بعد عن طريق الموقع يعارض والردود كلها عن طريق الأونلاين بكل سهولة يعني ما يعني عندنا في الوزارة ما شاء الله يعني أنظمة وسهولة في الخدمة والتواصل دائما تراعي المواطنين إنهم يعني كل ما نقدر تسهيله نسهله في وبهالطريقة راح يكون في حماية للمنافسة والحماية لأصحاب الأفكار والاختراعات. نعم الطريقة هذه شوف بما أن يوجد قوانين تحمي هذه الأفكار والمبدعين راح يكون تنافس وهذا الهدف من وجود الملكية الفكرية. أساس وجود الملكية الفكرية هو التنافس بين المخترعين وأصحاب المصانع وأصحاب التجارة وأصحاب الأمر هذا. يعني شنو الواجبات اليوم أستاذ راشد اللي ممكن يتبعها الشخص في الملكية الفكرية؟ إنه مثلا ما ينقل فكرته للأشخاص اللي حاولينه في البداية، يحاول في البداية يخليها تحت إطار قانوني ويتم حمايتها، بعدها يتكلم عن الاختراع. نعم لأن في ناس ممكن يقول فكرته ويتم اقتباسها. احنا الحمد لله يعني قاعدين نسعى ان نوصل المعلومه يعني تحت يعني اهتمام معالي وزير التجاره والصناعه والسيد وكيل الوزاره في الملكيه الفكريه لسبب مردودها المادي الكبير هذا واحد. نعم. وسبب مردودها في رفع مجال التنافس الاقتصادي والتنافس الصناعي ودخول المستثمر الاجنبي. ما يدخل المستثمر الأجنبي إلا إذا لقى حماية قانونية للملكية الفكرية. نعم. فصار يعني اهتمام من قبل أعلى يعني سلطات الوزارة بنشر ثقافة الملكية الفكرية إن قاعدين نوصل إلى المدارس. مدارس يعني احنا حاولنا نوصل يعني السن اللي يقدر يستوعب هذا الأمر من متوسط وانت يعني رحنا متوسط رحنا ثانوي وقاعدين نروح حق الجامعة. الجامعات يعني بالذات الكليات اللي فيها التخصص يعني التخصص اللي ممكن يكون فعلا هناك اختراعات فسوينا يعني تثقيف المجتمع في تسجيل افكارهم. زين في حال انا ما املك الثقافه الكافيه هل انتم توعون الشخص اللي يقدم عندكم ترى انت ناسي هذه النقطه؟ لا كتسجيل احنا كتسجيل نساعدهم في كل شيء. ممتاز. في التسجيل عندنا ستاف كامل لمساعدة من لا يعلم كيفية تسجيل البراءة. نعم. لأن كثير منهم ما يعرف شلون يسجل البراءة. صحيح. أو أول تجربة لا تكون. لكن أنا أقول تثقيف المجتمع في أنهم يسجلون ملكيتهم. في ناس ما تسجل أساسا. في ناس تتكلم يعني بالفكرة أيوة بالإعلان على طول. أي. لا وينزلها السوق بعد مو يسوي فيها ينزلها السوق وسوي منتجة وصنع منه ونزل. نعم. السوق. بعد فترة الناس كلهم سووا نفسه بعدين يجي يقول هذول قلدوني سجلتها يقول أنا ما سجلتها. نعم واجد تصير واجد مسكين الناس تبدأ مشروع تجاري أكثرهم العلامات التجارية مو براءة الاختراع يسوون مشروع تجاري ويحط له لوجو معين ويشتغل فيه شوي للناس كلهم قاعدة تسوي نفس لوجو ونفس منتجة وقاعدة تشتغل
ينزل بيشتكي عليهم ويقول زين شلون نعرف الاصلي ولا مو اصلي، شلون نعرف المسجل، شلون نعرف ان هذه علامتك اساسا، يمكن علامه الثاني اللي جاي هل انت سجلت اقول انا ما سجلتها. واللوجو بعد هم يكون عندكم في وزاره التجاره والصناعه. لكن انا تكلمت عن براءه اختراع لان هي يعني تقريبا براءه الاختراع هي اللي ومتى اروح المكتبه الوطنيه ومتى اروح وزاره التجاره متى يعني المكتبه الوطنيه كل ما يختص في الشغل الادبي. نعم. يعني قصه روايه الاشياء الفكريه. نعم. الاشياء اللي ما تحولت الى منتج. نعم. منتجه، لكن الاشياء اللي وصلت الى ان تكون منتج هذه عندنا في وزاره التجاره اللي هي كبراءه اختراع. ممتاز. ونموذج صناعي او علامه تجاره. اللوجو يعني عندكم يكون عند وزاره التجاره والصناعه. احنا راح نتطرق لجوانب اخرى معك اكيد استاذ راشد، لكن نطلع بس هذا الفاصل السريع ونرجع بعد. طبعا سامع عنها الملكية الفكرية، خلينا نتكلم شوية شنو اللي موجود بالفكر حتى يكون ملكية. غالبا تصنف الملكية الفكرية لإبداعات، سواء تكون إبداعات فنية، إبداعات أدبية، إبداعات صناعية، فكل إبداع هو ناتج للعقل وللفكر. من هني طلع قانون الملكية الفكرية أن كل الإبداعات أو المصنفات اللي هي إبداعات للفكر وللعقل يفترض أن هي تكون حق لصاحبها فقط. أي نعم، أنا عارف عن الملكية الفكرية أنك تروح كجهة تسجل كجهة حكومية في الكويت، تسجل بيانات المشروع أو الاختراع أو حتى الكتاب اللي عندك اللي احنا ككتاب يعني أن تحتفظ فيه لملكيتك الفكرية، بأن لو شخص جاء في المستقبل وقال أن ادعى بأن هذا العمل لي تقدر تواجه هذا الكلام بأن عندك حقوق ملكية فكرية موجودة لهذا الأمر، إن كان مثل ما قلنا مشروع أو عمل أو أي إن كان. طبعا سامعة عنها الملكية الفكرية، هي حقوق أو اختراعات أو مصنفات تكون صادرة من الشخص نفسه، فهو كونه طلع شيء من فكرة أو من إبداعاته فلا حق أنه يحفظ هذا الحق في جهات معينة، وهي تسمى حقوق الملكية الفكرية. بعدين مثال الكاتب لازم يروح مجلس الوطني ويثبت حقوقه على الكتاب عشان لا يتم سرقته. أستاذ راشد، بالنسبة للملكية الصناعية شنو أنواعها؟ الملكية الصناعية قلنا العلامات التجارية. نعم. براءة الاختراع، النماذج الصناعية. وجدا مهم تسجيلها. ليش تسجيلها مهم؟ ما هي أهمية التسجيل؟ نعم. أهمية التسجيل يقولك يوجد ارتباط كبير بين مستوى تقدم الدول وتطورها في الأدب والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد وجذب المستثمر الأجنبي، وبين وعيها بأهمية الملكية الفكرية، حيث أن الدول ترتقي بفكرها وصناعتها وتشجيعها للمبتكرين. شلون أنا أشجع المبتكرين؟ يعني صاحب فكر معين في خدمات معينة بيقدمها في الكويت، مثلا مستشفى معينة تبي تقدم خدمات وتبي تقدم يعني فكرة جديدة، يعني أفكار، وتقدم يعني وتجيب مستشارين كبار، يعني تبي تتميز عن بقية المستشفيات، خدمة من الخدمات تتميز عن بقية المستشفيات. نعم. إذا بيعلم الناس يعني يا جماعة أنا مستشفاي فيها كذا وكذا، بيسوي دعاية وإعلان. شلون يقدر يسوي دعاية وإعلان؟ إلا إذا سجل علامة تجارية. صحيح. يعني لوجو هو تعريفي عن الخدمات اللي أنا أقدمها. يعني لو ما عندك لوجو ما عندك دعاية وإعلان عن هذا الخدمة اللي أنت بتقدمها. هذا واحد. اثنين، أنت تبي توسع، تبي تفتح أفرع، إذا ما عندك لوجو ما تقدر تفتح أفرع. إذا الدولة ما حمت اللوجو مالك أنت، بكرة أنت تسوي أفضل الخدمات وتسوي دعاية وتوصل إلى أنك أحسن مستشفى، بكرة جاء مستشفى ثاني بين نفس مبناك منطقة جنب منطقتك مثلا وحط لوجوك كأنه فرع آخر لك، وقام يأخذ كل دعايتك وإعلانك. هذا يأثر على صاحب المشروع. يأثر على صاحب المشروع. نعم. فلذلك العلامة التجارية، علامة التجارية وحفاظ يعني ويعني تسجيلها وحمايتها من قبل الدولة تعطيك أنت أنك تقدر تسوي خدمات مميزة. نعم. أشياء يعني تميزك عن الآخرين وكواليتي عالية. صحيح. لو ما عندنا تسجيل علامة تجارية بكرة أنت ما تقدر تسوي لا دعاية ولا ما تحفظ حقوقك ولا اليوم ولا تميز مشروع. نفسك بين الآخرين. صحيح. كذلك إحنا قلنا المستشفيات مثلا، الفنادق. أنا فندق مشهور أبي أدي خدمات مميزات، بسوي دعاية عن مميزاتي عن خدماتي، إذا ما عندي لوجو معين ما تقدر تسوي دعاية. كان ما يعني
يعني ما اقدر اسوي فيه دعايات، هذه اولا، وثانيا اذا ما حفظت عليه مو مسجل او دوله ما تحميه، بكره فندق ثاني يفتح بالمنطقه الثانيه مثل ما. ممتاز. يعني احنا اكدنا العلامه التجاريه مهمه. نعم. جدا اكدنا ان الشعار واللوجو تسجيلها جدا مهم، جدا مهم، يحميك اليوم من منافسينك، وايضا يعطيك الحريه الكامله بان انت تفتح اكثر من فرع، ويأهلك ان انت تكبر كصاحب مشروع واختراع، ويعطي خدمه للمواطنين. يعني نعم. يعني اذا صار تنافس بين الشعار الفلاني والشعار الفلاني والشعار الفلاني والشعار الفلاني، الشعارات هذه كلها تتنافس، من اللي راح يستفيد؟ المواطن نفسه، الشخص، راح كل واحد يعطي خدمات افضل من الثاني. بالنسبه للتكنولوجيا استاذ راشد، هل اليوم التطور اللي قاعد يصير تستدعي قوانين جديده في وزاره التجاره والصناعه بحيث انه تواكب التطور اللي قاعد يصير؟ نعم نعم نعم، القوانين اساسا المفروض تجدد كل 5-7 سنوات، لازم تتطور. نعم. بحكم ان الكويت يعني تدخل اتفاقيات دوليه، احنا في الملكيه الفكريه داشين اكثر من اتفاقيه دوليه مع العالم. ممتاز. داشين اتفاقيه البي سي تي اللي هي التعاون بشان البراءات، داشين في المنظمه العالميه للملكيه الفكريه للوايبو، داشين معاها في اتفاقيات، داشين في اتفاقيه باريس، داشين في اتفاقيه بيرن، باريس اللي هي الملكيه الصناعيه، بيرن اللي هي الملكيه الادبيه. ممتاز. يعني كل الاتفاقيات هذه لما ندخلها تفرض علينا ان نغير مواد في قوانيننا. ممتاز. فالقوانين لازم تتجدد كل فترة معينة، وبالذات إذا احنا دشينا اتفاقيات معينة. هل في اتفاقية خليجية أستاذ راشد بحيث أن اليوم إذا عندي براءة اختراع أقدر أن أنا أخذ هذه الحماية من جميع حماية في الملكية الفكرية في جميع دول الخليج؟ نعم، يوجد مكتب اللي هو مكتب البراءات الخليجي، هذا في الأمانة العامة في الرياض. جميع دول الخليج متفقة على وجود مكتب. نعم. يقدم فيه البراءة الدولية من برة تتسجل، توزع هذه البراءة على المكاتب الوطنية، ويتم حفاظها في جميع دول الخليج. الخليج حسب الاتفاقية الجديدة، هذه صارت في 2022 شهر. نعم. 1، أن لما يقدم طلب لدى مكتب الخليجي، مكتب الخليجي يقدمه حق الدول المنضمة له، يعني تقريبا الحين 3 دول بس منضمة للدول المكتب الخليجي في تسجيل هذه البراءة، يرسل إلى هذه الدول، الدول تعطيه الموافقة، وبعدها يصرح في أن هذا يحمى في هذه الدول المجاورة، يعني مكان واحد ويحمى فيه، يحمى فيه جميع دول الخليج. يعني اليوم شخص يقدر يضمن حقه في الكويت وفي دول الخليج في حال قدم على الجهة في الرياض. ثلاث دول الآن. شنو الدول الثلاثة الآن منضمة؟ على حسب علم الحين الكويت و المملكة العربية السعودية والبحرين، الكويت والبحرين وقطر تقريبا، هم الثلاثة اللي يعني جعلوا المكتب الخليجي مكتب استقبال للطلبات وتوزيعها عليهم الثلاثة. ممتاز. والدول الثانية إن شاء الله يعني في بإذن الله إن شاء الله قريبا إن شاء الله راح يدخلون. تنصح اليوم صاحب الملكية الفكرية بأنه يسوي هذه الحماية في دول مختلفة؟ يعني اليوم هل أنت تشوف أن هذا حسب جزء حسب اختراعه، يعني إذا اختراعه يقدر إنه يوزع في هذه الدول على حسب قدرته المادية وقدرته الصناعية، يسجله في هذه الدول، ويقدر إذا كان يعني طموحه المستقبل إنه يروح لهذه الدول يسجله. نعم. مستقبل يعني بعد ما تكبر تجارته ويتوسع يكون عنده حمايته موجودة. لكن إذا توسع بعد فترة وبيروح للدول الثانية يقول خلاص أنت يعني براءتك ما سجلتها لأنه في مدد قانونية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
تسجل في دولتك الكويت عندك 12 شهر يعني تقدر تسجل في جميع الدول اللي انت تبي تحمي نفسك فيه. بعد 12 شهر بعد 12 شهر اذا انت ما سجلت في الدول الاخرى خلاص تقريبا شبه راح عليك براءتك لانك انت ما سجلت في الدول الثانيه كانك ما تبي حمايتهم. وهل اقدر ابيع الملكيه الفكريه اليوم؟ نعم براءة الاختراع تقدر انت مثلا صنعتها وما عندك القدرة انك تنفيذ هذا تنفيذها ولا عندك قدرة انك توزعها في دول كثيرة يعني. نعم. فتستعين في مستثمر محلي مستثمر اجنبي ايا كان تقول له يعني صنع هذا الاختراع وانشره لي في الدول. فلازم قبل لا تروح للدول تسجل فيها بعدين تقول له يلا دش على الدول هذه بحيث انه. وهل تحول الملكية الفكرية؟ يعني هل اقدر احول الملكية الفكرية في حال مثلا تم شرائها؟ على سبيل المثال انا عندي ملكيه فكريه وبعتها لجهه معينه، هذا الاختراع بعته لجهه معينه. نعم. هل يقولوا لي خلاص دام احنا شريناها منك فنبي نحول الملكيه الفكريه تكون باسمنا بحيث ولا شركه منافسه تقلدنا مثلا؟ نعم، شوف انت الحين لما تبيع براءتك القانون خول لك انك تبيعها حق شخص واحد ممتاز او تبيعها بعده اشخاص على حسب وتقدر تاجرها. مثلا انا براءتي الحين اجي عند مصنع اقول انت اصنع 50% لك 50% لي ممتاز انت بيع كل سنه تعطيني مبلغ وقدره مقطوع مثلا كل يعني انت هذا شيء انت مالكه كأنه وثيقه بيت وثيقه بيتك تقدر تبيعه تقدر تاجره تقدر يعني تدش انت مع واحد شريك تاجير لك نص ولنص يعني كأنها وثيقه بيت ممتاز براءه اختراع. وشنو ابرز الاخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض الاشخاص اللي يقدمون على الملكيه الفكريه؟ ارجع واقول التسجيل هو اهم شيء. احنا يعني ما اقول لك احنا ننزل للمجتمع لتثقيفه في المدارس في الجامعات ليه؟ عشان نقول لهم يا جماعه اذا عندكم شيء تسجلوه قبل لا تنزلون السوق. نعم. يعني في جامعه كليه الهندسه دائما المهندسين يسوون مشروع تخرج جهاز ممكن هذا الجهاز براءه اختراع بس ما يعرفون يقدمونه اخر شيء يجيهم واحد يقول خلنا نصنعه ونسويه وحلو هذا مدخوله حلو للدوله راح صنع بكره جاي مصنع في نفس هذا التخصص خذ افكارهم خذ كل شغلهم صنع اكبر من تصنيعهم وزع بعد في الخارج يروحون يبون يقاضونه والله احنا ما سجلناه تقول احنا ما ندري ما نعرف التسجيل. فهذا يعني تحتم علينا ان احنا نوصل للجامعات ونقول لهم يا جماعه اذا عندكم شيء عندكم اختراع سجلوه. احنا قلنا استاذ ان الاختراع لحمايه الملكيه الفكريه مدتها 20 سنه. نعم. اقدر اجددها 20 سنه؟ لا تجدد، لا تجدد. حتى انت لما تسجلها اول سنه لازم تدفع رسوم سنويه عشان تستمر. ممكن انت تشوف نفسك براءتك لمده 5 سنوات 6 سنوات بعدين صارت خلاص شيء مو مقبول في هذا، اروح شنو اسوي؟ خلاص ما اكمل اجراء التسجيل هذا تكملت العشرين سنة. نعم. ليش؟ لأن بالذات الأشياء الإلكترونية خلال سنة سنتين جاء إلكتروني شيء أعلى شيء منه أجدد أو راح يوقف. فبشكل عام بشكل على حسب المشروع نفسه أنت تجدد ليه 20 سنة؟ لنفرض أنه عندك مردود عالي حتى العشرين سنة بعد تبي تكمل لا بس. نعم. وقف حدك الأقصى 20 سنة ولكن ممكن قبل 20 سنة توقف. ذكرت اليوم أن دور دولة الكويت في توقيع بعدة اتفاقيات مختلفة بحيث أن احنا نحمي الملكية الفكرية، وهذا اللي يهلنا بأن اليوم نعطي فرصة للشركات والمستثمر الأجنبي وصاحب الاختراع بأن يكون في مكان آمن في تقديم فكرته واختراعه. اليوم تشوف هل احنا مقدمين اليوم على أفكار جديدة اختراعات جديدة عند الشباب؟ والله شوف الشباب الكويتي من الناس اللي يعني اختراعاتها جدا ممتازة وشاركت في معارض اختراعات خارج دولة الكويت وأخذت جوائز متقدمة وصناعاتها حلوة. احنا بس ينقصهم شوي الدعم الصناعي يعني يدورون المستثمر اللي يصنع اختراعهم ويسوق لهم، وهذا مو دور وزارة التجارة لكن هذا دور منه دورهم هم مع المصنعين أهل المصانع أهل، وممكن يروحون لمستثمر أجنبي إذا المصانع عندنا في الكويت ما تصنع لهم هذه الأجهزة يروح مستثمر أجنبي يصنع له ويرد دخله في الكويت ودخله في الدول العربية أو الدول العالم. ليش؟ لأن يوجد قطاع قانوني يحمي المستثمر الأجنبي أنه يدش الكويت. نعم. فأنت لما تروح باختراعك برا الكويت شركات خارجية أو مصانع خارجية تصنع لك أنت فقط لك التسويق ولك امتلاك هذا الاختراع والشركات اللي برا المصانع اللي برا هي تصنع لك. ولكن
أقول لهم أهم شيء قبل تروح للدولة اللي تبي تصنع لك اختراعك، سجل براءة اختراع عندهم بعدين تصنع عندهم، عشان إذا المصنع ولا أحد هناك سولت له نفسه وسرق هذا الاختراع وبيصنع في الدولة، الدولة لديها قانون يحميك هناك قانونيا، انت تقدر ان انت تكون انك تقاضيه بسرقة اختراعك وتحاسبه، لا تروح تصنع بعدين تجي الكويت تلقاه يعني سرق من هناك في الدولة اللي انت صنعت فيها وراح الدول الثانية، فأنت من تبي تطلع الكويت بالدول الثانية تلقى اختراعك منتشر بهذه الدول في دول الخليج. طيب بالنسبة لليوم المستثمرين، هل في خطة من وزارة التجارة على سبيل المثال تقديم هذه الاختراعات إلى مستثمرين أو ربط المستثمرين بالمخترعين اللي يقدمون أفكارهم في وزارة التجارة؟ والله شوف الموقع الوزارة اللي موقع براءة اختراع ينشر الاختراع، فالمستثمر دائما المفروض يطلع على الاختراعات اللي يعني سجلت. وين تنشرونها؟ في الموقع؟ في الموقع نفسه. قبل المنح لازم ينشر، فالمستثمر إذا شاف هذا الاختراع يعني في مجاله هو المستثمر راح يستدعي هذا المخترع ويقول له تبيع لي اختراعك، تشاركني في اختراعك. ممتاز. فممكن يكون في ربط معهم. نعم، احنا الكل يقدر يدش موقعنا ويقدر يصنع. وبعدين ترى في موجودين، احنا عندنا البراءات اللي تسجل عندنا تقريبا 90% اجنبيه تجينا من برا، وفي مكاتب حق تسجيلها يسجلونها داخل الكويت، وهي بتطلع على الموقع قاعد تشوف براءاتها اللي تنشر. نعم. وتشوف البراءات الكويتيه، يعني 10% كويتيين، تشوف براءات الكويتيين. هم نفسهم راح يكلمون الكويتيين، لان لما ينشر بيانات الكويتي. نعم. راح يستدعونه واحنا نحتاج نصنع، نحتاج فممكن اختراعي. يكون في هذا التعاون. نعم، هذا التعاون. وخططكم المستقبليه ان شاء الله في خلينا نقول دعم الملكيه الفكريه. والله شوف احنا، انا طبعا الخطة المستقبلية احنا طموحنا نكون هيئة عامة للملكية الفكرية، يعني نسعى ان نكون هيئة عامة. الهيئة يعطي أريحية في يعني التنوع، يعني دائما الوزارات مقيدة. في مثلا نبي نسوي مثلا إعلان، نبي نسوي تشجيع للمخترعين، نبي ننزل السوق، نبي نشجع الناس، لان تسجيل هم بعد يفيد الدولة، يفيد الدولة. يعني ليش يعني احنا خلينا نقول من المستفيد من تسجيل براءة الاختراع؟ طبعا المواطن مستفيد. ليش؟ لان الناس لما تسجل براءاتها او تسجل علاماتها التجارية، تسجل نماذجها الصناعية، يصير تنوع في السوق. نعم. في الاختراعات، النماذج الصناعية، التنافس بين التجار، يصير التنوع هذا يفيد الدولة. نعم. هذا واحد. اثنين، انا استفيد بعد من براءة الاختراع لما يجي الأدوية اللي برا تجي تسجل عندي، تعطيني كل اثناء التسجيل راح يسجل كل ما في هذا الاختراع. صحيح. يعني عندي درجه انه شنو، ان اقدر انا كوزاره الصحه اصنع هذا الدواء. ليش؟ لانه هو قدم كل تفصيل هذا الدواء، فانا راح اخذه بعد 20 سنه الدواء هذا راح يصير لي. انا كدوله الكويت الدواء هذا راح يصير لي، راح تاخذه وزاره الصحه، هي راح تركبه وتصنعه. اذا فعلا يعني النقاط اللي ذكرتها، تسجيلها، التسجيل مهم، التسجيل جدا مهم. مردود، صحيح. مردود مادي كبير للدوله، يعني الدولة احنا تعتمد على النفط. نعم. كمصدر دخل. براءة الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية دخلها يعني يوازي وزارات، انا اقول بس متعرف. لما تصير هيئة تصير افضل، وتصير لأن اقتداء في كثير من دول. أكيد. كثير من دول طلعت صارت هيئة. ليش؟ لان القيود الوزارية هي اللي تحجم من توسع نشاط الملكية الفكرية. الملكية الفكرية يعني أتوقع الموضوع جدا مهم وتفاصيلها لو بنتكلم عنها. تدري كم يعني علامة تجارية تسجل في الشهر؟ من 1000، هذا أقل تسجيل، إلى 1200، وب 310 دنانير تسجيل العلامة الواحدة. يعني 310,000 مدخول العلامات التجارية كتسجيل فقط، 310 بالشهر. احنا بصراحة يعني نتمنى اليوم ان فعلا التطور يخدم المخترعين واصحاب الملكية الفكرية، انهم يلقون نفسهم في مشاريع ونشوف مشاريع ناجحة ان شاء الله. انا اشكرك على حضورك وشرحك الجميل لهذا الموضوع والملكية الفكرية، وان شاء الله نلتقي معك على خير في حلقات قادمة. شكرا لك. اذا مشاهدينا وصلنا الى الختام، نتمنى فعلا وجود مخترعين واصحاب افكار وابداعات، لكن الاهم قبل كل هذا انك انت توثق فكرتك في وزارة التجارة والصناعة وتأمن نفسك قانونيا بهذا الموضوع. نلقاكم على خير في حلقات قادمة. مع السلامة.